Francis. عبد الحميد شريف. وفي بلاد الحرمين الشريفين لمسة جزائرية خالصة كانت بأنامل وتخطيط صاحب مشروع بناء مسجد دون أعمدة في سابقة أولى من نوعها. في سنة 2001 اتصلوا بي إخوان من جامعة ملك سعود من الرياض كوني يعني عضو في لجنة تحديث كود الزلازل في الجزائر. اتصلوا بي وعرضوا علي عرض يعني محترم للالتحاق بهم. النشاط العلمي كان هو مراجعة تصاميم عدة مشاريع جديدة منهم هذا المسجد جامعة تبوك، كذلك مبنى الصفا والمروة في الحرم المكي. تم التركيز على المسجد، تعاوننا إذا نسموا مسجد كبير بدون أعمدة. طبعا فيه تحدي كبير بالنسبة للجانب الإنشائي، اختيار نظام الإنشائي. إذا تم الاختيار إذا شكل القبة اللي هو شكل إسلامي. نخليه الأجيال الجديدة تستفاد من الخبرة نتاعنا هذه ويرفع التحدي إن شاء الله. ولماذا نشوف مساجد في الجزائر بهذا الشكل هذا اللي شفناه؟ بكل فخر وامتنان المهندس الجزائري عبد الحميد الشريف يختاره أوراسيس كأحد المكرمين في هذه الطبعة الثامنة.